باليوم 30 من هالشهر الفضيل، عسى الله أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا ودعائنا، ونعيد علينا بالخير والبركات ونحن بأحسن حال. رمضان حقيقة عم يودعنا ونودع في آخر ساعاته المتبقية، وحتكون بالذات وبذات الوقت حتكون الحلقة الوداعية اللي معكم ومع مسك الحضن اللي بيجمعنا، وكل منى وأمنيات نكون حاولت قدمت كل شيء بهمكم وبفيدكم بنفس التوقيت. أكيد على أمل أنه يكون لنا لقاءات جديدة معكم بحلقة الوداع، رح تكون مقسمة اليوم إلى قسمين. القسم الأول فيها رح نكون عم نحكي، متاح طبعا في اتصالاتكم وتهانيكم ومباركاتكم لأحبائكم بالعيد. القسم الأول رح نحكي فيه مع الطبيب الدكتور محمد الحاج عن كيفية الحفاظ على الفوائد الصحية يلي اكتسبناها من صيامنا لمدة 30 يوم. وبالقسم الثاني رح يكون لنا وقفة مع الأستاذة ندى الفوال لنحكي عن مفهوم وقفة العيد والعادات الاجتماعية لهذا اليوم بالدول العربية والإسلامية عامة. أما هلأ فاصل قصير ومنبدأ حوارنا مباشرة، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بحلقة الأخيرة من برنامج معكم في رمضان، حلقة اليوم 30. إن شاء الله يا رب يكون شهر رمضان مرق على الجميع بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية والسلامة بإذن الله تعالى. حلقتنا اليوم رح نخصص فيها القسم الأول لمحورين مثل ما خبرناكم. القسم الأول رح نحكي فيه مع الدكتور محمد الحاج وهو طبيب أسرة، رح يحكي لنا عن الفوائد الصحية اللي اكتسبناها خلال فترة الصيام الطويلة اللي هي كانت ساعات نهار طويلة 30 يوم، وكيف ممكن نحن نحافظ على هاي الفوائد الصحية اللي أخذناها من خلال صيامنا إلى ما بعد رمضان وإلى ما بعد انقضاء فترة العيد أيضا. بالقسم الثاني من حلقتنا رح نحكي عن العادات الاجتماعية يلي كلياتنا متعودين نقوم فيها بيوم الوقفة اللي نحن دائما بنسميه وقفة العيد، اليوم يلي بيسبق أول أيام العيد. رح نحكي عن مفهوم وقفة العيد وما معنى هذا المفهوم، وأيضا ما هي العادات الاجتماعية التي نقوم فيها بهذا اليوم مع الأستاذة ندى الفوال. أما هلأ لازم صار الوقت لنرحب بالدكتور محمد الحاج وهو ضيفنا لليوم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بألف خير. سعد أوقاتكم جميعا وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله يكون عيد خير وسعيد على الجميع ان شاء الله. امين يا رب. دكتور بدايه نحن يعني بسؤالنا العام تبع حلقه اليوم، وهو الحلقه الاخيره تعتبر لبرنامج معكم في رمضان، قدمنا بلقاءاتنا مع بعض العديد من المواضيع اللي تناولت اصلا موضوع سواء كانت الاعراض اللي بيواجهها الصائم، التحديات اللي بيواجهها، ايضا كيف ممكن يقوم بخطوات لحتى يحد من هذه الاعراض. اما بحلقه اليوم رح نحكي عن الفوائد الصحيه بالمجمل يلي اكتسبها الصائم أو عم يكتسبها لحد الساعات الأخيرة من الصيام بهذا اليوم بالمجمل، شو هن هاي الفوائد اللي ممكن يكون أخذها الصائم وكيف ممكن أصلا يحافظ عليها؟ نبلش أول شيء بالفوائد، فائدة من الصيام. نعم، إذا كان الصائم في أثناء الصيام وفي أثناء شهر رمضان المبارك كان عم يتبع نظام غذائي جيد، كان عم يكون مثل حلقات سابقة أثناء الصيام التناول لوجبة الأفطار ووجبة السحور بالنظام اللي حكينا عنه شوي، ولو طبعا ما رح يكون مقيد بالمية مية يعني، ولكن إلى حد ما كان النظام الغذائي المتبع كان جيد إلى حد ما. فأنا يعني متأكد بأنه الصائم كان هو مرتاح بالجهاز الهضمي بشكل عام أثناء فترة الصيام وأثناء فترة شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى أنه إذا كان اتبع النظام الغذائي الجيد، فإذا كان شخص بدين نزل كم كيلو في أثناء فترة شهر رمضان، ممكن يكون 5 كيلو 7 كيلو حسب كل شخص يعني. وخاصة نحن عم نعاني كثير أحيانا من مشكلة البدانة، اللي هي حقيقة تعتبر المشكلة الصحية الأكبر التي تواجه الناس في العالم بشكل يعني بشكل كامل، لأنه البدانة هي عم تكون سبب لأغلب الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط الشرياني والشحوم وإلى آخره يعني.
فإذا كان اتبع الصائم النظام الغذائي الجيد في أثناء شهر رمضان وأثناء الصيام، فهو لازم يكون نزل كم كيلو من وزنه، فهذا الشيء كان كثير جيد على صحته بشكل جيد. يعني دكتور فبالدرجة كأنه الأولى بفهم هو من أنه حديثك، الاجتهاد، بس عذرا للمقاطعة، أنه لربما الفائدة الأولى يلي لازم يكون مجمل الصائمين حصلوا عليها هي يعني قولا واحدا هبوط أو نزول في الوزن لربما كيلو كيليين أو أكثر كحد أدنى. هو هيك لازم يكون المفروض اذا كان اتبع نظام غذائي جيد هذا يعني اخونا الصائم، ولكن مع الاسف احيانا بيكون في اشخاص بيزيدوا في رمضان، يعني نتيجه الصيام الطويل، فعم ايوه بيعوض بهال 7 8 ساعات اللي عم بيكون فيها افطار، فهذا الشخص عم بيعوض اكل وشرب بشكل اكثر كثير كثير، يعني عم بيكون ما في نظام غذائي على الاطلاق، بيكون الحلويات بشكل كبير موجوده في فتره الافطار، تماما فمع الأسف فكثير أحيانا عم نواجه في أشخاص عم بيكون في عندهم زايد كم كيلو، فهو فرصة إنه على مبدأ إنه صوموا وتصحوا، يعني بس تصحوا بالصحة البدنية مو تصحوا في البدان، بالصيام. يعني نعم. فنتمنى بشكل عام إنه أغلب الأخوة إنه يكون لازم يكون نزل كم كيلو من وزنه، فهذا الشيء يكون كثير منيح في شهر رمضان، فكون حققنا غير الفوائد الربانية والفوائد الروحانية من الصيام، لازم نكون حققنا شيء على مستوى الصحة وعلى مستوى الجهاز الصحي والجهاز البدني بشكل عام. فبالدرجة الأولى لازم الصائم يكون حقق هبوط للوزن بمقدار معين حسب كل شخص وحسب النظام اللي تبعه، بس لازم يكون نزل كم كيلو، نعم بالإضافة إلى الفوائد الأخرى اللي هو ممكن يكون الأمراض المزمنة، إذا يعني المرضى اللي معهم أمراض مزمنة لازم يكونوا انضبطوا بشكل منيح في أثناء شهر رمضان. جميل يعني اللي كان قبل شهر رمضان عنده ارتفاع توتر شرياني، عنده سكري، كان ما عم بينضبطوا بشكل منيح حتى على الأدوية، فلازم يكون انضبط بشكل منيح في أثناء رمضان. اللي عنده مشكلة قولون عصبي بيكون كتير مرتاح في أثناء الصيام، فهذا الشيء كمان لازم يكون ريحه بشكل منيح وعرف نتيجة الصيام أو نتيجة النظام الغذائي المتبع الجيد شلون بيريح القولون والمعدة وإلى آخره. يعني فالفوائد هي حقيقة صحية كبيرة لشهر رمضان والصيام، نتمنى أن يكون يعني الأخوة يعني أخذوا هذه الفوائد في أثناء هذا الشهر. طيب دكتور، بما يتعلق بموضوع المفهوم العام، لأنه أغلب الأطباء اللي حاورناهم كانوا عم يركزوا على نقطة يعني دقيقة للغاية، وهي مفهوم أنه الصيام هو فرصة لتخليص الجسم من كل السموم. يعني فكرة أنه السموم، الشحوم الزائدة، ربما الدهون، هي نفسها يا ترى بتدل أو بتاخذنا لموضوع زيادة الوزن، أو لربما مفهوم السموم لا، في له مفهوم أصلا بالناحية التكوينية للجسم مختلف عن مفهوم اللي نحن بنعرفه، أنه والله الصحة الزائدة اللي بيكون الواحد خسر فيها الوزن اللي مثلا الزائد عن الحاجة. نعم، هلا السموم هي متعلقة بالجهاز البولي وجهاز الإطراح، أيوة اللي بالدرجة الأولى بتكون خلصنا منه هو الكلية، نعم الكليتين هي اللي ممكن تخلصنا من السموم، طبعا بدرجة يعني مقاربة كمان ممكن يكون الكبد أيضا ممكن يكون يصرف من هذه السموم، ولكن موضوع الشحوم والكوليسترول هدول ما لهم علاقة بالسموم ولكن لهم علاقة بالصحة وبالبدانة. فبشكل عام لازم يكون الشخص اللي هو بدين لازم يكون في عنده ارتفاع في الشحوم الثلاثية وارتفاع في الكوليسترول وخاصة الكوليسترول السيء، فإلى حد ما لازم يكون هذا الشيء، شخص بديل لازم يكون في عنده ارتفاع في الشحوم والكوليسترول. أما موضوع السموم فهي شيء مرتبط بالكليتين وبشكل جزئي بالكبد، طبعا أكيد هو حتى الصائم في أثناء الصيام لفترات طويلة لازم يكون بشكل منيح إنه تخلص من السموم اللي ممكن تكون موجودة في جسمه، وخفض من مستويات الكوليسترول والشحوم إذا كان عم بيعاني من ارتفاعه، لازم يكون هذا الشيء يعني خفض منه بشكل منيح. طيب دكتور، مشاكل اللي كان أغلب حواراتنا السابقة كنا عم نحكي عن مشاكل الإمساك، الصداع المستمر، ربما أعراض أخرى معاكسة، الإسهال اللي ممكن تصير مع الصائم، هدول المشاكل قديش ممكن يكون لهم تأثير إيجابي، بمعنى أنه هن أصلاً عم يطهروا الجسم من المشاكل الموجودة بالمعدة أو ما إلى ذلك؟ أو يعني الشق الثاني من سؤالي وحابة استفسر، أنه يا ترى ممكن هاي المشاكل ترجع
انه يواجهها الصائم في حال رجع لنظامه الغذائي السابق، يعني رجع ممكن مثلا يصير في عنده حالات امساك، حالات اسهال، تشنج في القولون، ممكن ترجع هي المشاكل؟ نعم، هلا هي الاعراض اللي حضرتك ذكرتيها هي اعراض مرضيه، من صداع، من امساك، من اسهال، من الام بطنيه، هي ما فينا نعتبرها انه هي تعتبر فوائد ايجابيه. أيوة هلا وقت بيكون في عندنا اختلاف بالسيستم الغذائي او بالنظام الغذائي، سواء كنا صايمين وافطرنا، سواء كنا مفطرين وصمنا، مهم. فصار في عندنا اختلاف يعني تلخبط في الجهاز، اجهزه جسم الانسان، بالتالي اختلاف بالنظام الغذائي، فراح تظهر عنا بعض الاعراض اللي هي بتكون حقيقه غير مقلقه، منها الامساك الخفيف، منها بعض الاسهالات، منها الصداع، منها بعض الالام البطنيه، منها انه بيكون الشخص ما له يعني ما في حيل في جسمه في اثناء الصيام ربما يكون، فهذه اختلاف طبيعيه لانه كنا بنظام غذائي قبل رمضان وصلنا بنظام غذائي برمضان، او كنا بنظام غذائي في رمضان وصلنا بنظام غذائي مختلف ما بعد رمضان، بالضبط. فالاختلاف في النظام الغذائي بين بعض هذه الاعراض، ولكن هذه الاعراض اذا كانت خفيفه فما في مشكله عليها، ولكن احيانا ممكن تواجهنا انه ممكن تكون اعراض متوسطه الى شديده الشده، فهون ممكن يكون ممكن نتداخل عليها دوائيا، منها الامساك، منها الاسهال الى اخره، ولكن عموما هذه الاعراض هي بتدل على انه صار عندنا اختلاف في النظام الغذائي قبل وبعد. نعم، تمام. طيب أنا كنت حابة دكتور أعرف من حضرتك أبرز الأعراض الشائعة اللي بتصير بالفعل بأول يوم، يعني نحن هلأ بكرة إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، بكرة جايين حيصير في عنا وجبة فطور، وجبة غداء، وجبة عشاء، ربما النقرشة هي اللي نحن متعودين فيها، بعض الموالح، المكسرات، رح يصير في يعني تخمة لربما مفاجئة بنهارنا وبيومنا بشكل مفاجئ. الأعراض المفاجئة أو الشائعة اللي ممكن تصير مع الشخص بعد الصيام في أول يوم العيد، شو هي ممكن تكون؟ نعم، بالدرجة الأولى الأعراض السيئة حقيقة والمشاكل السيئة اللي ممكن تواجه الشخص ما بعد رمضان في أول أيام العيد، أول يوم أو حتى ثاني يوم أو حتى في الأيام اللي ممكن القليلة ما بعد شهر رمضان، هي بالدرجة الأولى راح تكون أعراض على الجهاز الهضمي، منها ممكن يكون في عنا آلام معدية وآلام بطنية بشكل عام، منها ممكن يكون في عنا الإسهالات، منها حتى ممكن ندخل بالتهابات المعدة والأمعاء نتيجة اختلاف النظام الغذائي بشكل كامل، منها اللي هي ممكن مثل ما حضرتك ذكرتي اللي هي ممكن تكون في عندنا التخمة، بالإضافة إلى مشاكل في القولون العصبي، حقيقة هي بالدرجة الأولى راح تكون على الجهاز الهضمي هذه الأعراض السيئة، فهون كل ما كان شخص اتبع نظام غذائي جيد إلى حد ما، باعد بين الفترات والوجبات الغذائية، كان غذاؤه إلى حد ما متوازن وجيد، فهالأعراض بتخف عنده وما بتظهر عنده، يعني مو أحسن ما إنه يصير في عنها الأعراض السيئة وبعدين نتوجه إلى الطبيب أو نتوجه إلى المشفى أو نعاني خلال يومين ثلاثة ما بعد هذه الأعراض لأنه ما سوينا نظام غذائي جيد، ولا الأفضل إنه يكون نظامنا غذائي إلى حد ما جيد، نحاول نبعد بين فترات الوجبات الغذائية أو إنه يكون غذائنا خفيف ومتوازن نوعاً ما. جميل، يعني مسألة التدريج كأنه دكتور أنت عم تأكد عليها، ومسألة أنه الواحد يحاول قدر المستطاع يعني ما يغير بشكل مفاجئ الروتين يومه، اللي هو مسألة التباعد بين الوجبات، هي نقطة إيجابية ومهمة للغاية فعلا. دكتور نحن رح نستمر مع حضرتك بالحوار، لكن رح نطلع لفاصل إعلاني وبنرجع أكيد بعده لنكمل مع حضرتك حوارنا متابعينا، فاصل إعلاني قصير وبنرجع مباشرة لنكمل حوارنا مع الدكتور، خليكم معنا. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب هلأ أحضرت الملح؟ آه جاء أبي.
حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. أبتاه حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0542918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بالحلقة الأخيرة من برنامج معكم في رمضان، الحلقة الوداعية صراحة. بدي أرجع رحب بالدكتور محمد الحاج وهو طبيب أسرة. أهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور. سيسعد أوقاتك أستاذة هلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. حكينا بالمقدمة بشكل يعني مستفيض عن أبرز الأعراض التي قد تواجه يعني خليني أقول المفطر بعد صيام 30 يوم في أول يوم العيد. شو هي ممكن تكون الأعراض أو المشاكل اللي تواجهه؟ لكن في أسئلة على الخاص عم توردني بشكل متواتر، ربما مسألة حرقة المعدة أو الحرقة اللي نحن بنسميها، هي من أبرز الأعراض اللي كتير بتصير مع يعني مع الناس بأول يوم العيد. كيف فينا نحن نخفف منها أو حتى ما تصير يعني تواجهنا أبدا بأول يوم العيد؟ نعم، هلا حرقة المعدة ممكن هي موجودة عند بعض الأشخاص أو عند ناس معينين، مو شرط يكون إنه تواجه كل الناس. يعني بالأخير كل المعدة ممكن تفرق عن معدة الشخص الآخر،
ولكن نتيجة أنه الصيام المطول سابقا خلال شهر كامل، بعدين جينا على الإفطار بشكل مباشر، يعني ما في عندنا صيام أبدا. فمن هون بنوجه نصيحة للناس عندهم هذه المشكلة، يعني هي عادة ممكن تكون موجودة عند أهل الأشخاص، أنه بقول لك كل ما بصير معي بعد رمضان ممكن يكون في عندي مشكلة. فنقول له لازم يكون في يعني أول أيام العيد تعتبر حالك نص صايم، يعني هو يعني إلى حد ما وسطيا بين الصيام وبين الإفطار. فاعتبر حالك يا أخي نصف صايم، الشخص اللي عنده هذه موضوع حرقة المعدة، يعني بمعنى آخر ما يأكل وجبات بشكل يعني كبير، ما يكون في عندنا تقارب كثير في أثناء الوجبات. أيوة. بعض الأطعمة والأغذية يبعد عنا، اللي بيعرف ممكن تزعجه، ممكن خاصة شيء له علاقة بالزيوت والشيء له علاقة بالسمنة واللي هي حلويات العيد، هذول إلى حد ما تقيلة وممكن تساوي هذه الحرقة في المعدة. فنقول له لازم يكون تعتبر حالك كأنك نصف صائم، يعني ما تعتبر حالك أنه أنت مفطر بشكل كامل. بالإضافة إلى أنه هؤلاء الأشخاص اللي عندهم هالمشكلة هي، لا مانع أنه في أول أيام العيد إذا في عندهم حب للمعدة يحملون المعدة ياخذوه صباحا على الريق. طبعا ممكن يتوجهوا للصيدلية أو يتوجهوا إلى الطبيب المعالج عشان يكتب لهم على دواء المعدة. هذا ممكن يكون يعني يريحهم بشكل منيح، انه صباحا على الريق يشرب هذه الحبي، فممكن انه يريحهم بشكل منيح ان شاء الله. نصيحه ذهبيه صراحه دكتور، انا بدي اتشكرك عليها بالفعل، لانه في شريحه كبيره بتصير معهم هي المساله، وبالذات مثل ما ذكرت حضرتك لانه بصير في زياده بتناول الحلويات بهالفتره. دكتور بس انا حابه اذكر مستمعينا ومشاهدينا وكل مين عم يتابعنا انه بيمكن اي حدا مباشره يتصل فينا على الارقام 0350234116 او حتى 17 لحتى تسالوا الطبيب المختص اي سؤال، او حتى اذا حابين تقدموا تهانيكم مباركاتكم لاحبابكم ولاي حدا حابين توصلوا له مباركاتكم بمناسبة عيد الفطر وقدومه، إن شاء الله يا رب يكون سعيد بالفعل على الجميع. دكتور متابعة لحوارنا ولموضوعنا، بدي من حضرتك نحكي بشكل يعني عميق أكثر عن أبرز المأكولات وربما المشروبات اللي نحن يفضل نركز عليها بأول يوم العيد. شو لازم تكون، ربما نكتر سلطات، نخفف من الزيوت، يعني نصائح بالأسماء خلينا نقول، يعني مثلا نكتر بقدونس، نكتر بندورة، نعطي هيك الناس اللي عم تسمعنا تفاصيل أدق بما يتعلق بموضوع يومهم كيف حيكون من نوعية الأكل اللي لازم تكون. نعم، هلا هو بشكل عام بأول أيام العيد يعني شيء طبيعي رح يكون في عنا أول شيء الأكل الطيب، الطبخ اللذيذ اللي ممكن يكون موجود على الفطور أو على الغداء، بالإضافة إلى موجودة يعني حلويات العيد من معمول العيد، بالإضافة إلى الضيافة الشوكولا والراحة وهدول الأكلات اللذيذة الطيبة حقيقة يعني. لكن نتمنى في أول يعني هالأيام العيد بشكل عام، هاليومين ثلاثة، إنه نحاول قدر الإمكان نكتر من كل شيء خلقه رب العالمين، ونبعد عن كل شيء صنعي، كل شيء خلقه الإنسان قدر الإمكان. يعني بالأخير ما فينا نعتبر إنه هذا الحكي جازم يعني. جميل. بمعنى الآخر أستاذي، أول شيء دائما أنصح ونفضل إنه أول شيء الإكثار من الماء. الماء حقيقة يعتبر غذاء، يعتبر بشكل عام منظم غذائي للجهاز الهضمي، رائع جدا الماء، هو يملأ المعدة، بالتالي يشعر هذا الإنسان بشبع إلى حد ما، وقد يأكل الوجبة الغذائية أو الحلويات، بالتالي ما بيحسن يكتر إذا كان شربان مي قبل يعني. فالماء يعتبر رائع جدا، بالإضافة لأنه هو ممكن يغسل الجهاز الكلوي اللي صار له كان شهر عم بيكون فيه السوائل بشكل عام قليلة، خفيف. يعمل هيك غسلة بشكل عام للجهاز الهضمي كمان. فالماء رائع جدا، وأنصح فيه دائما أخوتنا أنه يحاولوا يعني الإكثار من شرب الماء بشكل منيح. طيب دكتور، بالإضافة بعد إذنك نتمنى قبل ما نكمل بالنقاط، في معنا اتصال مباشرة إجانا من جواد، ما بعرف إذا لساته معنا على الخط. جواد كل عام وأنت بألف خير، أهلا وسهلا فيك. كل سنة وأنت سالم إن شاء الله. وأنت سالم يا رب. تفضل جواد، حابب تسأل الدكتور أي سؤال أو حابب تسأل؟ نعم. تفضل. نعم. هلا بالنسبة للسؤال شوي عكسي، مو انه بالنسبة لأيام الإفطار. تفضل. بأيام العادية أحيانا مثلا تكون حركة الدنيا الإفطار أمر طبيعي عندي، ما في أي مشكلة الحمد لله. الحمد لله. بدي أدخل شهر رمضان كأني
خربط عندي الدنيا كلها يعني. لا بقدر اتسحر ولا بقدر يعني اذا بدي اتسحر لو انه بمقدار حبة صغيرة شو من اكلت حيصير تخمة حيصير كذا تاني نهار الى اخره. يعني هاي عندي هلا رمضان قضيته كله هيك جواد؟ والله صعوبة صراحة بدون سحور وكذا. أيوة صعوبة والله. طبعا. طيب جواد انت مدخن او لا؟ لا لا الحمد لله ما لك مدخن. طب رح نسأل نحن الدكتور هذا السؤال. بدي تشكر مداخلتك، خليك معنا لتسمع إجابة الدكتور مباشرة. شكرا كثير لك يا جواد. الله يعطيك العافية. اهلا وسهلا فيك دكتور. مثل ما سمعنا، ما بعرف اذا كان واضح عندك الصوت، جواد عم يقول انه هو بدون سحور وعم يحس دائما بتخمه، شو السبب يا ترى عم يكون؟ هلا نحن مثل ما قلنا انه الصيام هو مفيد جدا بشكل عام للبشر وللناس، ولكن ولا شك ممكن يكون في عندنا فئه من الناس اللي هو ممكن يكون يضطرب عندهم جهازهم الهضمي في اثناء رمضان وفي اثناء الصيام. هلا هون نحن لازم نعرف انه ليش عم يصير معه هذا الشيء. يعني هو بده ممكن فحص سريري، ممكن نضطر لبعض التحاليل، ممكن حتى نضطر لتنظير هضم علوي لنشوف لو في عنده مشكله قرحه معديه ممكن يكون اثر هذا الشيء. ولكن بشكل عام ممكن يكون انه الجهاز الهضمي والقولون العصبي عنده عم يضطرب في اثناء الصيام. فهون ممكن انه يكون نصائحنا له هو بشكل عام انه بين وجبه الفطور وبين وجبه السحور انه تكون الاغذيه خفيفه قدر الامكان، تكون خفيفه يعني. بنقول له كان يكثر كثير سوائل وخاصه شوربات، الشوربه كثير اساسيه في على وجبه الافطار. بالاضافه لانه ممكن يكون يتوجه للطبيب لانه ممكن يسجل له على بعض الادويه اللي ممكن تلطف عنده هالاعراض بيخلي يكون صيامه بشكل عام جيد يعني. ان شاء الله يا رب. شكرا اكيد لمداخلتك دكتور وتوضيحك. بنتابع نحن بالنصائح هيك لنحكي للناس، الاكثار من المياه اكثر نقطه واهم نقطه لازم نحن نضل متابعين فيها بعد رمضان واول يوم العيد او حتى ما بعد رمضان بشكل عام. نعم، بعد المياه دائما ننصح بتناول والاكثار من الفواكه والخضروات الطازجه. ايضا تعتبر الفواكه والخضروات الطازجه هي مصدر غني للفيتامينات والمعادن والسكريات البسيطه، هي مصدر غني بالالياف اللي هي ممكن تكون تساعد كثير للجهاز الهضمي. انه اللي شخص يعني اللي ممكن يكون عنده اسهالات ممكن الفواكه تلطفها، والشخص اللي ممكن يكون عنده امساك ممكن ايضا الفواكه انه تخفف منها امساك. يعني سبحان الله التفاح على سبيل المثال، التفاحه هي علاج للي معه اسهال وعلاج للي معه امساك. نفس الثمره ونفس الفاكهه هي علاج لكلا الحالتين. فلذلك هون دائما ننصح بتناول والاكثار من الخضروات والفواكه الطازجه. الخضروات تقصد فيها بشكل عام السلطات، يعني خلي يكون أكلنا يحتوي على السلطات، فهذا الشيء ممكن يكون كثير مفيد. أتمنى بشكل عام عموما وخاصة في أيام العيد التخفيف ما أمكن من السكريات، لأنه حقيقة السكريات تعتبر عبء على الجهاز الهضمي وعبء على الكبد لتصريفه وعبء على الجهاز الكلوي أو الجهاز الإطراح. فننصح قدر الإمكان التخفيف من السكريات. يعني الشخص بيحسن يشرب القهوة بلا سكر بيكون كثير، شخص بيحسن يشرب الشاي بلا سكر او انه يخفف السكريات بشكل منيح يكون شيء رائع. بالاضافه الى حلويات العيد اللي هي تعتبر حقيقه لذيذه، ولكن هي تحتوي على نسبه عاليه من الدهون وتحتوي على نسبه عاليه من السكريات. فاذا كان نتناول حلويات العيد فنكتفي بقطعه او قطعتين، بيكون هذا الشيء يكون كثير يعني جيد وكثير مريح للجهاز الهضمي. بصراحة ما شاء الله دكتور، نصائح مهمة وبتمنى من الكل بالفعل يحاول يطبقها قدر المستطاع بكرة بأول يوم العيد وكل العمر. أكيد هي نصائح ذهبية بتضل معه. أنا بدي أشكرك بالختام دكتور محمد الحاج طبيب أسرة، كنت معنا وقدمت لنا كل هالمعلومات المهمة. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف خير يا رب. شكرا موصول لحضرتكم وكل عام بخير وعيد سعيد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب علينا وعليك بإذن الله تعالى. متابعينا هي كانت فقرتنا الطبية لحلقة اليوم. أكيد نحن مستمرين معكم، لكن رح نطلع لفاصل دقة الساعة وبنرجع مباشرة لنكمل حوارنا. خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول.
منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم. واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلا أحضرتي الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار، دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاج الأول بجانب أونور ماركت. 0553-545-59. أهلا
أهلا وسهلا فيكم متابعينا عن جديد بالقسم الثاني والأخير أكيد من برنامج معكم في رمضان. حلقتنا اليوم حلقة الأخيرة من برنامج معكم في رمضان. بهذا القسم من حلقتنا رح نحكي عن الجو النفسي ربما الاجتماعي اللي بيكون وبترافق من ابتداء من هي الساعات وحتى بداية استقبال العيد، أول يوم العيد، الساعات الأولى للعيد كيف تكون عند كل عائلة، عند كل أسرة، بالمجتمعات بشكل عام وعند الشعوب العربية والإسلامية. لكن بداية أكيد رح نحكي نحن مع الأخصائية الاجتماعية الأستاذة ندى الفوال، وهي مدربة أسرة أيضا، رح نحكي معها بكل هالتفاصيل. لكن بالبداية رح نحكي ونشوف تقرير أعدته زميلتنا مجدية كريمة حول العادات التركية التي تكون لدى المجتمع التركي يوم وقفة العيد وفي يوم الذي يسبق العيد. دعونا نتابع التقرير ومن ثم نعود لنكمل. شكار بايرام أو عيد السكر، هكذا يطلق الأتراك على عيد الفطر، وذلك لأن الأطفال في هذا العيد بعد الصلاة يدقون أبواب الجيران بابا بابا ويهنئون الجميع بالعيد للحصول على سكاكر العيد اللذيذة، كتقليد من التقاليد التي تنشر الفرح والبهجة في نفوس الأطفال والآباء. وعلى الرغم من وجود العديد من الاختلافات التي تتعلق بالاحتفالات الخاصة باستقبال عيد الفطر السعيد بين تركيا والدول العربية والإسلامية، يظهر أيضا العديد والكثير من النقاط التي يتشابهون بها. فتبدأ مظاهر العيد عند الأتراك قبل العيد بأيام بتنظيف شامل للمنزل، ويتم الحرص على نثر الزهور على شرفة البيت وتعليق أضواء الزينة تعبيرا عن شدة السرور بقدوم العيد. كما يطهو الأتراك ورق العنب بكميات كبيرة، فهو بمكانة كعك العيد عند الشعوب العربية، ويشترون الحلوى والحلقوم. وفي صباح العيد يستيقظ الجميع مبكرين، ويذهب الرجال فقط لصلاة العيد، وتجتمع بعدها العائلة للمعايدة. وعند إلقاء تحية العيد في الزيارات المنزلية هناك تقليدان ثابتان: رش ماء الكولونيا على اليد وتقبيل الصغار أيدي الكبار، والكبار يقبلون أيدي الكبار لإظهار الاحترام والتقدير، ويتم أولا تقبيل الجد والجدة ثم الأب والأم وهكذا. ويتبادل الزوار الطعام والسكريات التي تم إعدادها. ويعرف تقليد زيارة الأهل والجيران في اللغة التركية باسم بايرام لاشما التي تعني معايدة. أما التحية التي يتبادلها الأتراك عند التهنئة بالعيد فهناك ثلاث تحيات مستخدمة، فيقولون بايرامينزم كوتلو أولسون، بايرامينزم مبارك أولسون، اللتان تعنيان عيدكم مبارك، ومثل بايرملار التي تعني عيدا سعيدا. فكل عام وأنتم بخير. عودة عن جديد متابعينا، تابعنا بالتقرير السابق العادات، أبرز العادات التركية عند المجتمع التركي باستقبالهم لأول يوم من أيام عيد الفطر المبارك. بسرنا هلأ نرحب بالأستاذة ندى الفوال، أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير، عيد سعيد. مرحبا وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب. حابة عايدكم وعايد كل مشاهدين ومستمعين تلفزيون وإذاعة مسك، إن شاء الله بيكون عيد فطر مبارك بإذن الله تعالى. بإذن الله. أستاذة ندى أهلا وسهلا فيكي. بداية بسؤالنا الأول اللي رح نسأله، مفهوم وقفة العيد وما نطلق عليه يعني لربما شعبيا اسم وقفة العيد، ما سبب هذه التسمية؟ ليش نحن دائما بأذهاننا مرتبطة وقفة العيد باليوم الذي يسبق أول أيام العيد؟ الحقيقة هذا السؤال كان يحيرني سابقا، لأنه يعني المتعارف عليه أنه يوم وقفة عرفات هو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك وليس عيد الفطر، لكن العالم اعتادت دائما أنه تسمي اليوم اللي ما قبل العيد اللي بيكون فيه تحضيرات أساسا يعني يوم على الواقف فينا نقول، فاعتادت تسميه بيوم الوقفة لأنه فيه استعدادات وتحضيرات، بما معناه أنه هو اليوم الذي يسبق العيد. فلكن هي تسمية شعبية ليس لها علاقة أو أساس، إنما جرت العادة أنه يسموه يوم وقفة العيد يعني أسوة بعيد الأضحى المبارك. نعم جميل هذا التوضيح أستاذ ندى. لو ننتقل لسؤالنا الثاني وهو العادات الاجتماعية يلي بترافق استقبال أيام عيد الفطر بشكل عام،
عند المجتمعات وبشكل خاص عند الأسر. تابعنا بالتقرير كيف المجتمع التركي بيتحضر لاستقبال عيد الفطر، ولربما كثير من النقاط اللي تابعناها تشابه مجتمعنا العربي والإسلامي على ما أعتقد. نحكي شوي عن هالعادات صحيح. القديمة يلي حسب ما بتصور أنه صار في مستجدات على هالعادات، خاصة في ظل كورونا والحجر والبقاء في المنزل. الحقيقة العادات المجتمع التركي فيما يتعلق بكثير من جوانب الحياة والمناسبات إلى حد ما تشبه عاداتنا ببعض الدول العربية، يعني هي ليست بعيدة كل البعد، هناك نقاط تشابه وتقارب ما بين عاداتنا وعاداتهم. فمثلا موضوع حلويات العيد وتحضيرات العيد وتنظيفات ما قبل العيد، شراء الملابس الجديدة، هي عادات ممكن نشوفها حتى بالمجتمع التركي، ليس فقط في المجتمعات العربية. بتركيا بعض الاختلافات هي بالتحضيرات الخاصة للعيد. أعتقد الاختلافات هي قائمة ما بين المدن والقرى أكثر ما هي بيننا وبين المجتمع التركي. يعني مثلا بالقرى بيكون عندهم اجتماع عند كبار العائلة، بيجتمعوا صباحا بعد صلاة العيد، بيجيبوا فطور كل حدا من بيته شو عد من طعام خاص بفترة العيد، وبيتم مشاركته مع كبار القرية، بعدين بتبلش المعايدات على باقي السكان القرية. بالمدن ربما تكون العادات أقرب إلى عاداتنا بالمجتمعات العربية، يعني مثلا هنا في عندهم حلويات خاصة بالعيد مثل البقلاوة مثلا، لكن هنا بتشوفين هنا بيعملوا ورق عنب يعني طبق خاص بالعيد، إضافة لبعض الحلويات حتى كضيافة. تماما، يعني إذا كان في تجمعات عائلية لازم يكون موجود البقلاوة وورق العنب بشكل أساسي بتجمعاتهم، بالإضافة لبعض الحلويات اللي بتختلف من منطقة لمنطقة بتركيا. كمان في عندهم عادة يعني ربما تكون جميلة بالنسبة للأطفال، اللي هن إنه بيلفوا على البيوت بالعيد معهم أكياسهم، فبيحصلوا على الحلويات من كل البيوت بالإضافة للعيدية، فبيكون مصدر سعادة للأطفال إنه بيصلوا مبلغ جميل ممكن يعيدوا فيه أو يشتروا أشياء جميلة بالنسبة لهم من ألعاب وغيره. نتيجة هي العادات اللي ممكن تكون لها أثر نفسي جميل وإيجابي على الأطفال. طيب أستاذة ندى، صراحة نحن كلياتنا وكل المجتمعات غالبا عم تشهد تغير بهي العادات نتيجة تسارع ربما، أو حتى تعودنا على حالة انتشار الوباء والحظر في المنازل. كان في متعودين على رحلات، كنا نطلع نعايد نزور جماعات عائلية، ربما هي المفاهيم تغيرت حاليا بسبب بظل انتشار الوباء واستمرار انتشاره. رح نتابع مع حضرتك استاذ ندى اكيد بهذا المحور، لكن رح نطلع لفاصل اخير اعلاني وبنرجع مباشرة لنكمل، خليكم معنا. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلا أحضرتي الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم.
لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت 0553-45-59. أهلا وسهلا فيكم متابعينا بفقرتنا الأخيرة من برنامج معكم في رمضان، حلقة اليوم 30. عم نودع رمضان بمتابعينا، وإن شاء الله يا رب يكون انختم شهر رمضان بالمغفرة والعتق من النيران والرحمة، وأكيد كل الطاعة المقبولة والدعاء المستجاب. بدي أرجع أرحب فيك أستاذة ندى، أهلا وسهلا فيك عن جديد. كنا عم نحكي قبل الفاصل حول أبرز العادات الاجتماعية يلي كنا نمارسها قديما، وكنت عم بسألك شو هي العادات الاجتماعية الجديدة يلي صارت بظل استمرار انتشار وتفشي كورونا. هل هناك تغيير واضح صريح في هذه العادات؟ الحقيقة في تغير، لكن خليني أحكي نحن عن المجتمع السوري بشكل أكثر دقة، أو عن بعض المجتمعات العربية اللي صار فيها عدد كبير من المغتربين اللي لجأوا لبلدان أخرى. هدول أكثر ناس تغيرت عاداتهم بالعيد. السبب أنه لمة العائلة واجتماع العائلة والعادات اللي بتعتمد على التجمعات الاجتماعية خلينا نقول أصبحت مفقودة تماماً، وهن طبعا غير قادرين على الالتقاء او التلاقي بحكم مثلا نحن كسوريين كل الافراد العائله الوحده كل حدا منهم ببلد. صحيح. فالامر اصعب مما نتخيل، لا بالعيد ولا بغيره ممكن تكون هي الفرصه متاحه. لذلك العادات بالعيد اصبحت تعتمد على وسائل التكنولوجيا بشكل كثير كبير.
كل شيء في تجمعات عائلية، كل شيء في تواصلات أصبحت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، على برامج التواصل أو الدردشات، لأنه هاي الأشياء نحن يعني بنتيجة الإنسان كان اجتماعي وبحاجة يتواصل مع الناس اجتماعيا، وخاصة مع أهله وأقاربه اللي بيمثلوا ذكريات جميلة متعلقة بالعيد، والعيد ما بيحلى بلاهم، فأكيد التواصل الاجتماعي أصبح كتير مهم. هذا غير كتير من عاداتنا وأصبحت تعتمد على التواصل الالكتروني، خلينا نقول اكثر ما هو تواصل فيزيائي. كمان استاذه هدى، انت عم تركزي على انه نحن كمغتربين بالاصل قبل ما يكون في عنا وباء كورونا موجود، تماما كان عم يبلش تماما عنا اصلا تتغير هالعادات. تماما، يعني نحن من 8 سنوات تقريبا ونحن عندنا العادات تقريبا، او معنى العيد ومفهوم العيد تغير. اصبح مثلا نحن كمغتربين العيد بالنسبه لنا هي نروح نكتشف البلاد اللي نحن موجودين فيها، ربما نروح سياحه على منطقه اخرى، ننتقل من مكان الى اخر لحتى نعمل اي تغيير بحياتنا يحسسنا بفرق بهي الايام، باعتبار كل شيء له علاقه بالجوانب الاجتماعيه اصبح كثير صعب وكثير بعيد عنا كل البعد. بالنسبه لوباء كورونا نحن كمغتربين ما كثير غير فينا، لانه اصلا هو يعني كل المشكله بوجود وباء كورونا هو التركيز على الجانب الاجتماعي ويصير في تباعد اجتماعي الى اخره، فنحن اصلا متباعدين اجتماعيا بسبب ظروف حياتنا. لكن في بعض البلدان العربيه اصبح هناك ايضا بعض التغيير، والسبب هو ايضا دخول التكنولوجيا على حياتهم. فلا يعني لا زالت هناك تمسك ببعض العادات الموجوده مثل الحلويات وتجمع عند العائله ما الى ذلك، لكن التواصل اصبح اقل باعتبار انه الناس اصبحت مشاغله اكثر والعائلات اصبحت ممتده ومتفرعه، وكل حدا منهم ساكن بمنطقه ربما تكون بعيده عن الاخر، ما عادت مثل قبل بحي واحد او قريبين من بعض بحكم انه اصبحت المدن كبيره والتوسع السكاني عالي. لذلك هذا الشيء كمان غير شوي من العادات واصبح يعني يكتفي الانسان بالقريب القريب، وباقي الاقارب والمعارف يكتفي بالتواصل معهم هاتفيا ربما. هذا الشيء كمان قلل من التجمعات الاجتماعيه والمعايدات وغير الى حد ما من نمط أو مفهوم فرصة العيد وألعاب العيد كان كثير لها دور أساسي بحياتهم. ببعض الدول أصبح هذا الأمر غير مقبول أو ممنوع، فأصبح العيد هو عبارة عن روحة على المول مثلا أو على المنتزهات. ممكن أستاذ ندى أصلا على نفسيات أطفالنا، يعني ما عاد فيها الاحتكاك مثل أيام زمان، هالبهجة مثل أيام زمان. طبعا هذا الشيء كثير غير بمفهوم العيد، خلينا نقول بالنسبه لانه ولهم نحن عندنا مفهوم عيد مختلف تماما، هن عم يتحاولوا يتعايشوا مع الظروف الجديده خلينا نقول. فاذا فعلا خلينا نقول العادات الاجتماعيه ومفهوم العيد تغير من زمان الى اخر، والسبب كثير عوامل، لكن ربما يكون التغيير الاكبر عند المغتربين والمهجرين واللاجئين، لانه كانت في ظروف خارجه عن ارادتهم، ما كانت كل الظروف باختيارهم، وبالتالي التغير كان فرض وليس اختيار. تماما. طيب استاذه ندى، باختصار ممكن نحكي عن مفهوم المعايدات والتهنئه. هلا كثير من الاشخاص او كثير من الرسائل هلا بلشت تجينا نحن كمعايدات، رايك بهذا الموضوع وقديش انت بتشجعي على انه بالفعل نحن نتبادل هي الرسائل بظل هالظروف وعدم التواصل وعدم الزيارات؟ الحقيقة قليل دائم خير من كثير منقطع، وبرأيي أضعف الإيمان أنه الإنسان يبعث رسالة لحتى يعايد فيها من باب صلة الرحم، وهو أيضا فرض من فروضنا بالدين الإسلامي، فالتواصل مع الآخرين أمر واجب حتى لو كان عبر رسالة أو مقطع صوتي أو اتصال أو أي طريقة نقدر نحن نوصل مشاعرنا واهتمامنا للآخرين. هذا الشيء بيبعث كثير من الطاقة الإيجابية لدى الشخص، وبشعر أنه لساته ينتمي لهي المجتمعات اللي هو ينتمي لها، وبالتالي بيحافظ على هي الأواصر الاجتماعية اللي ربما تفقد بالظروف الاستثنائية اللي عم نعيشها بسبب وباء كورونا أولا، وبسبب ظروفنا نحن كعرب مغتربين ثانيا. فإذا هي الرسائل فعلا لها أثر إيجابي، أكيد أرسلت لك أثر جميل لنفسك، وأعتقد أنه حيكون لها أثر جميل على أي شخص من شارك، وخاصة أهلنا والمقربين لأننا اللي هن مجبرين على البعد عنا. نعم أستاذة ندى الفوال، أنا بدي أشكرك جزيلا على هالمعلومات وعلى هالإضاءة الحلوة والروح الجميلة اللي عطتينا إياها لنستقبل العيد ببهجة ومرح. الأستاذة ندى الفوال أخصائية اجتماعية ومدربة أسرة، شكرا جزيلا لك وكل عام مرة ثانية وأنت بألف خير. شكرا لك وكلكم كل عام وأنتم بألف خير يا رب. وأنت بألف خير يا رب.
متابعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، حلقة اليوم 30 والحلقة الوداعية إلي كمان معكم. بدي أرجع أتشكر كل مين كان معي مرافقني على طول الأيام ببرنامج معكم في رمضان، من الكادر، الإضاءة، التصوير، الإخراج، الإنتاج، الإعداد أيضا. وبدون ما أنسى أنه أذكر أي اسم، كل الشكر لكم، وكل والشكر موصول لكم متابعينا على كل الدعم المستمر لهذا البرنامج. إن شاء الله يكون لنا لقاءات متجددة. بدي بالنهاية أتمنى لكم يوم وأيام مباركة وعيد فطر سعيد إن شاء الله. كنت معكم أنا هلا الملاح، تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.